ما كاينش فينا اللي ما تيعرفش المسلسل تاع من دار لدار، مسلسل اجتماعي مغربي اللي تيبين حياه المساعدات اللي كيفرض عليهم القدر انهم انتقلوا من بيت لاخر، والكل بيت كيمشيو يعيشوا فيه فيه معاناه الويلات والاضطهاد الاجتماعي. حلقتنا الليله معاناه حقيقيه نتاع انسانه اللي غادي تبوح لينا شنو عاشت منذ نعومه اظافرها حتى نهار عقلت على راسها. بقاو معايا الى نهايه الحلقه باش نعرفوا شنو اللي خلاها تقبل كيفاش كانوا اصحاب البيوت كيتعاملوا معها، واش قدرات تبني حياتها الخاصه من اول وجديد ولا لا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه ان شاء الله. اذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. يا ساده يا كرام، لاول مره غادي تجيني قصه في القناه من هذا النوع، مختلفه ومؤلمه وتفاصيل ما تبغيهمش لعدوك، ولكن انا كنامن بلي انه وراء كل ابتلاء عسير فرح من عند الكريم. بلا ما نطول عليكم اكثر، شبان لكم لنبدا. صاحبة القصة غادي تختار لها كاسم مستعار ليلى. كتقول ليلى، نهار حليت عينيا حليتهم وسط واحد القرية صغيرة، كل شيء تعرف كل شيء. حليت عينيا وسط قمة البساطة، حنا بنا خمسة ديال الخوت، زوج دراري وزوج ديال البنات. با إنسان كبير في العمر وصعيب وقاسح، أما أمي مسكينة كان اللي قالها لها با كديرها، ما كتقدر تدوي ما كتقدر تقول حتى شي حاجه. وحنا صغار با كان كيدينا نقراو في المسيد ديال الفيلاج، انا واختي اللي كنا شويه كبار باش اننا ندخلوا القرايه، غادي نقراو 4 سنين وحنا نخرجوا. يلا تعلمنا نجمعوا الكلمات وتعلمنا شي صور من القران. مع هو كبير في السن وما عنده خدمه ما والو، ديما كنا تنسمعوه تيقول عندي بناتي يخدموا يعاونوني، حيت خونا اللي كبر فينا كان واعر وما كيتصنتش وكيدير داكشي اللي قال ليه راسو. اما خويا الاخر راه كان باقي صغير، فاحنا البنات ما كناش تنفهموا هاد الهضره. واحد النهار فاش درت 7 سنين واختي كانت عندها 10 سنين، غيقول لنا با جمعوا حوايجكم غادي نديكم تخدموا في واحد البلاصه. دختي عند عائله وانا عند عائله. لما مشيت عند هاد العائله وانا عندي 7 سنين تنعقل، بالليل كنت تنتوحش امي وتنزيد نبكي يوم على يوم حتى ولفت فراقهم كاملين. فوخا كانت عندي 7 سنين كانوا هاد الناس تيديروا ليا غير كريسي باش نوصل ديك الشريجه ونغسل فيها الماعن، وكنت كنتسخر الحانوت، هادو هما زوج المهمات اللي كانوا عندي. دوزت شحال من عائله، بهذا المعنى كنت من دار لدار وكانت هذه هي خدمتي عندهم. فبا هو واحد الراجل اللي صعيب وكلمته ما كطيحش للارض، ما تقدريش تناقشي معاه نهائيا، وكان انسان جاهل ما قاريش. لما درت نص العام واحد المره قال لي يلا معايا نديك عند شي ناس تخدمي عندهم. ما كنتش بغيت الصراحه حيت ولفت واحد الناس كانوا تيعاملوني مزيان، كيف قلت لكم ما عنديش الحق انني ندوي. هزيت شويكيش ديالي ومشيت معاه عند هذوك الناس على اساس اني غادي نقابل واحد البنيته اللي عندها شي شهوره. كنت باقه صغيره مازال باقه باغا نلعب باقه باغا نقز، ولكن غنتحرم من هذا الشيء كله. هاد المراه كانوا عندها زوج ديال البنات، وحده كبيره اللي كتمشي تقرا، والاخرى اللي قلت لكم كنت نقابلها ومولات الدار كانت كتمشي لخدمتها مع راجلها. تخيلوا معايا حوايجي وفراشي كانت تحطهم ليا في واحد الخزنه مع صبابطهم، ما كانوش كيشوفوا الشمس ولا حتى الهواء. واخا صغيره كنت تنلاحظ وتيبان ليا الفرق، وما كانش تيعجبني الحال ولكن ما كنقدر نقول حتى شي حاجه، كنبقى كنشوف هذاك المنظر وكنسكت. هاد المراه كانت كتنوضني مع 6 ديال الصباح، وديك الساعه كان باقي الظلام، مازال ما كانوش الماكينات ديال التصبين منتشرين. انا مسكينه تنوض على سعدي وعدي نفرك ونصبن ونشرهم، وخاصني نسالي قبل ما تنوض هي من النعاس، حيت الا ناضت خاصها تلقاني ساليت وانا بنت 12 عام. من بعد كنخرج للحانوت نجيب اللي خاص، من بعد هي وراجلها وبنتها كينوضوا يفطروا ويوجدوا ريوسهم. وقبل ما تخرج لخدمتها كانت كتحيد ليا لانتير ديال التلفازه باش اذا جاب الله شعلتها لقى غير تشاش، حيت ما كانش البارابول ديك الساعه. ومن بعد تخرجوا كتسد عليا الدار بالقفل. انا بطبيعه الحال كنبقى من حاجه لحاجه ونقابل ديك بنتها الصغيره. دوزت معاها عامين حتى خرقت ورضعت ومسحت وصبنت، حتى شدات بنتها راسها ودخلتها للحضانه، علما انه كرفصتني مزيان في هذه المده وانا بنت 12 سنه. كانت كضربني اذا ما درت شي حاجه مزيانه وكتهيني، ما كاين غير المعيار والغوات، واذا جاب الله شاطت شي حاجه او لا باتت في الثلاجه كانت كتعطيها لي انا ناكلها. اي حاجه تنعاود لكم كانت بصح، والله شاهد على ما اقول. هاد الانسانه ما بين الناس اللي عمرني نسى ظلمها ليا وانا عندي 12 سنه. ما كنتش كنقدر انني نتجاوب معاها، كنبقى ساكته ونبكي حيت كتبان ليا بحال شي ام ديالي، او بالاحرى لا
ماشي هادشي. ما كنتش كنقدر نتجاوب معاها حيتاش كنت ضعيفه وما كنت فاهمه والو. با فاش كانت تيجي تيزورني في الاخر ديال الشهر باش ياخذ فلوسه، وبلا ما نقول لكم شحال كان تياخذ في حقي، واحد الثمن اللي هو رمزي وبزاف. فاش كندخل عليه البيت كنشوفه كتبقى لاصقاني باش ما تكونش عندي فرصه في نحكي ليه شي حاجه. واصلا انا كنت يبان ليا بلي انا غير كانت كتعذب راسها، حيتاش واخا نعاود ليه هو اصلا ما مصنطش ليا. كيف قلت لكم هو واحد راجل اللي كبير كيهمو يشد فلوسه وصافي. قبح الله الفقر داكشي باش كان تيعيش هو ودارنا. المهم من بعد عامين سالت مهمتها مني، ما غاديش تعيط على بابا باش انه يجي يديني، ولكن غادي تنوض تديني لعند الام ديالها اللي هي كانت واحد المراه كبيره. وداكشي اللي كنت نديرو عند بنتها ولا كيتضرب ليا في 3 و4 عندها هي. كنت ندير شي اشغال فوق من الطاقه ديالي في واحد الدار كبيره. كنت نهز السدادر اللي هما تقال، كنت نطلع الزراب يتصبنوا ويتشمشوا، كنت نغسل الماعن اللي ما كانوش كيساليو، وما عنديش الحق لا نمرض ولا نقول ما فياش ولا ما نقدرش. بالليل كنت دائما كنتغطى بواحد المنطه اللي هي صغيره عليا وحرشه، ما كنتش نقدر حتى نحطها على وجهي. الحنين الرحيم ما غاديش يدوز بزاف، وغادي تجي هذيك السيده الاولى بنت هاد مولات الدار اللي جابتني ليها باش انها شبه تعيش معاها. وخسرت مهمتها معايا، جات بديك السيطره اللي كانت دايره عليا في دارها، كانت كتضغط عليا بزاف. حتى البنات نتاع هاد المراه الكبيره فاش كانوا تيجيو يزوروها كانوا كلهم تيعاملوني على اساس ديك المساعده المحتقره اللي ماشي من المرتبه ديالهم، اللي كتاكل الشايط والبيت، اللي ديما عازلين لها ماكلتها في الكوزينه بوحدها، وكتغطى بمنطه حرشه ما كاينش على من نحط الراس. مني الصخره، مني الشقه في الدار، مني غسل الطوموبيلات في الزنقه، مني كلشي. تهانيت وتضربت وتعايرت، كنت عندهم بدون قيمه، وحتى حد ما تيكن ليا شويه ديال الاحترام، حيت عمرني ما حسيتو من جهتي واحد فيهم من جهتي. مره في العام فاش كنت نمشي نزور دارنا تنقول اخر مره غادي نرجع لعندهم، غير انا تنمشي كنشوف حاله دارنا وبلي اذا جلست حداهم ما كاين اللي يخدم. من جديد تنعاود ندوز الوقيته ديالي، نهز شوي كيشي ونقول عاوتاني الله يا ربي غادي نرجع من جديد للعذاب والتماره. كنت نحس بابا مسكين ما باغينيش نمشي حيت تيقول لي عاوتاني غادي تمشي، وفي نفس الوقت ما كيمنعنيش حيتاش ما كاينش بديل وما كاينش اختيار. كان مضطر باش انه يخليني نخدم حيت بداك الشيء اللي كانوا تيخلصوه كان عايش هو والدار. كيف قلت لكم كنعاود نجمع حوايجي ونمشي. الصيف الدار عندهم كتكون عامره، ها اللي كيفوج ها اللي كيخرج، انا كنبقى واقفه في الكوزينه مقابله غير الماعن نهار وما طال، هذه مسح هذه رجع هذه طيب هذه عاون. اما رمضان ما كنت نعس فيه حتى لواحد الوقيته قسما بالله. اذا كنت نبكي بقوه تماره والشقه ديال الدار اللي ما كنت قاده عليه وكان بزز مني انني نديرو، ويا ويلي لما درتوش ولا قلت عييت. تخيلوا كنت نمرض وكيجوني الحلاق من السخونيه وما كنقدرش نوض، ولكن كتنوض ناد مولات الدار بزز مني وكتقول لي نوضي الدكادي نوضي، لاش جايبينك حنا اصلا؟ ما كاينش اللي يشوف فيا وجه ربي. يا ما تظلمت وبكيت ونجلس نتشكى على الماعن على الحوايج على الزرابي. والله العظيم هاد الحقيقه اول مره غادي نبوح بها. شحال من خطره فكرت باش انني انتحر، شحال من خطره فكرت باش انني نشرب المقاطع، غير انا تنتفكر مي وبا تنعاود نعل الشيطان. غنستمر على هاد الحال لمدة 9 سنين. هاد المدة بصراحة كلها عمرني فرحت فيها من خاطري ولا شديت المانضة ديالي في يدي نهائيا. شهريتي كانت يشدها با، مرة مرة مولات الدار كانت تدور معايا بشي حاجة اللي هي رمزية. عام من بعد عام بقوة المساحيق اللي كنستعمل غادي تحفروا لي يديا بالكزيما، ظهري غادي يبدا يضرني بزاف بهذاك الثقل اللي كنت نهز. عمرهم ما حسوا بيا. اذا جابني عندهم الزمان يا سادة الكرام فراح حيتاش ظروفي كانت قوى مني، كانت قوى من كل شيء، اضطريت وما اختاريتش. ما كنتش كنعرف نهائيا اشنا هي الراحه، والأسوأ من هذا ما كنتش كنقدر ندافع على راسي، وكيهددوني بابا حيتاش هو نقطه الضعف ديالي. صعيب وما عنده جهد، كيشد فلوس وكيمشي في حاله. من بعد هاد السنوات واحد النهار غادي نتناقش مع هاد المراه الكبيره وغادي نقرر باش انني نرجع لدارنا. تخيلوا النقاش علاش غادي ينوض؟ غادي ينوض على 100 درهم. كانت وعدتني باش انه فضلا منها غادي تولي تعطيني 100 درهم نشري بها اذا خاصتني شي حاجه اولا نتهلا بها في راسي. فرحت وعجبني الحال. لما غادي نمشي لدارنا نشوف والديا ونرجع قلت ليها بلي انه ربا بغاك باش تزيديه، اصلا هي ما كتعطيش غير واحد الثمن اللي هو رمزي، حشومه يتعطى في حق انسانه اللي هز ليها كلشي بما تحمله الكلمه من معنى. المهم قلت لها بلي انه على اساس با بغاك باش تزيديه ديك 100 درهم، فعلا غادي تزيدها ليه، ولكن انا عند بالي بلي انه زدتها ليه فضلا منها. نهار انا جيت قلت لها عفاك لاله ديك الامانه اللي كنتي وعدتيني بها، قالت لي راك نعطيها لباك في راس الشهر.
بقى فيا الحال وبكيت حيت بنيت املي عليها. يمكن تبان لكم بلي انا شي حاجه عاديه وتافهه، ولكن انا كانسانه فقدت كرامتها وعمرها حست باحترام او بقيمه، وكنت كندير خدامي اللي كبر مني بزاف غادي يضرني خاطري. بلا ما حسيت خرجت فيها عيني ودرت فيها وقلت لها واش انا طيحت صحتو في الاخر ما نشد والو؟ قالت لي بكل بروده راكي طيحتيها على داركم. هزيت حوايجي ومشيت لدارنا. بقات فيا ديك الشمته كتحرق كتطلع وكتهبط. من بعد عام وانا عايشه مع دارنا، اختي بطبيعه الحال كانت خدامه عند الناس الاخرين على ما كتقول بلي انه كانوا تيعاملوها مزيان كمساعده. انا كنت تنمشي عند صاحبتي في الفيلاج، شافني واحد السيد عجبته وطلب باش انا يتزوج بيا. قلت مع راسي انا جالسه لا خدمه لا حرفه صافي. قبلت تزوجة واحد الزواج اللي كان بسيط وكل امل على انه غادي تكون حياتي جاية احسن وعوض خير على الماضي. لمده سنه كامله من بعد زواجي غادي نسكن مع الام ديال الزوج ديالي في دار وحده. غادي ينوضوا ما بيناتنا خلافات ومشاكل، وهنا فين غادي نقول بسم الله في معاناه وحده اخرين. ما كانوش يعاملوني مزيان. الام ديالو كانت كتقفل على الخبز وكنبقى النهار كامل بالجوع. كانت تقول لي ما جبتكش تجلسي جبتك تخدمي، وباش غادي تزيد تكرهني اكثر. ملي شافتو كيهتم بيا وكيعاملني مزيان بدات كتغير مني لدرجه انها غادي تمشي تلتجأ للسحر ودارت لينا الكراهيه ما بيناتنا، بمعنى سحراتو على اساس انه يكرهني. انا ما عرفتش هذا الشيء هذاك العام ولكن على شحال. فذاك العام ديال زواجنا انا كل مره غادي نبدا كنتشكى ليه من قله الاحترام ديال الام ديالو ومعاملتها السيئه، وبلي ماشي هذا الشيء اللي تمنيت نعيش فيه انا وياه. وفي هذا العام نيت غادي تزاد عندي بنتي الاولى، واخا هكاك الام ديالو ما كتحنش عليا وما كنبقاش فيها وكدير غير المشاكل. واخا كنت انسانه مزيانه معاها، راجلي غادي يمشي يتناقش معاها وغادي يلقى بلي انه ما كاينه فايده وغادي يعزل ليا عليهم في دار وحده اخرى جد جد بسيطه في نفس الفيلاج واللي ما كانش كامله في البني اللي غادي ننتقل ليها انا وهو وبنتي. من بعد ما جيت لداري لقيت راسي ما بقيتش قد على تماره، وانا يلا عندي 22 سنه، شغل داري ولا تيغلبني. طاقتي وجهدي كله اللي كان خصني نديرو في داري انا سبقته من دار لدار، خصوصا عند هادوك الناس اللي دوزت عندهم 9 سنين. طيحت كتافي ومرضوا يدي وتعوق لي ظهري، ولا شي حد عقل عليا من بعد ما خبرت. راجلي ما بقاش معايا كيف الاول، ولا تيقول لي انا فاش تنكون على برا تنكون ناشط، ولكن فاش تندخل الدار كيتزير عليا قلبي. وانا عارفه بلي هذا راجع لهذاك التاثير ديال السحر اللي كانت كدير ليه الام ديالو. تقدروا تقولوا لي بلي هادو غير شكوك، ولكن انا غادي نقول لكم بلي انا عندي دليل علاش عرفت. ولدها الثاني فاش كان بغى يتزوج حماتي غادي تقول لي بفمها لو كان ما ختم سيدي ربي حتى هاد ولدي غندير ليه علاقه بالمرتو باش ما يبقاش يشوف فيها. اعترفت لي بفمها، علما انه في ديك الوقت فاش كنت عايشه معها ما كانش كتحط جبهتها على الارض، ما كانش كتصلي، وكانوا بزاف ديال المعاملات اللي كياكدوا لي بلي انه فعلا غادي تكون كدير بزاف ديال الحوايج. المهم على حسب هاد الهضره واش زلقات ليها ونطقات بها ولا كانت قاصده، المهم هنا فين تاكد لي الشك ديالي، واكيد اكيد ما غاديش نسمح ليها. حيت بسببها بين ليله وضحاها غيولي يقول لي انا ما تنحملكش، غادي تبدل عليا. انا اليوم يا ساده كرام عندي 3 ديال البنيتات وليد، الكبيره فيهم عندها 12 سنه تنسكن في العروبيه، اللي تمنيتو في زواجي راني ما لقيتوش. راجلي تيخدم في البني، مره خدام مره لا، كل نهار ورزقه الحمد لله ما عنديش وما شيطش عليا. اما بالنسبه لبا فانا مسامحه، قبح الله الفقر، كان محتاجنا باش اننا نعاونوه حيتاش ظروفنا ما سمحاتش لينا باش اننا نعيشو الحياه كيف ما بغينا. وهذوك الناس اللي تعدوا عليا عمرني ما غادي نسمح لهم حتى الغدا قدام الله. اليوم فوق تما قلت اي فشي حاجه في ذاتي كندعيهم الله، ماشي حيتاش خدمت عندهم ولكن كيفاش كانوا تيعاملوني. ما كنتش بحال بنتهم، ما كانوش تيحنوا عليا، ما كانوش تيحترموني، ما كانوش تيعطوني الشغل اللي على قدي. والى انا اليوم عايشه راني عايشه على قبل هاد الاولاد اللي عندي واللي كنتمنى من الله انهم يكبروا ويقراو ويعوضني فيهم مولانا كل خير. غنتقاتل على وديت ولادي باش انهم ما يدوزوش من نفس ظروفي ويكونوا حسن مني. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت قصتنا الليله. ليله صحيح انه قبح الله الفقر، ولكن هذا ابتلاء الله للعباد ديالو باش كيمتحنهم. قال مولانا ونفضل بعضكم على بعض في الرزق. صحيح انك ما عشتيش الطفوله، تحرمتي من حوض الوالدين، عرفتي القيمه نتاع الدرهم واخا عمرك ما قصتيها، تظلمتي بكيتي تألمتي تهانيتي وزيد وزيد وزيد، ولكن ما تنسيش ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
اللي غادي ناكد لك انك تقدري تخرجي به في مشاركتك لينا قصتك، هما الدعوات ديال الناس الطيبين من قلوبهم. فليكن في علمك ايضا باللي انه الدنيا فانيه والدور كالدور، وكل واحد غادي يخلص غالي من عند مالك الملك. خليني نقول لك هنيئا لك، حيت ربحتي مولانا فانك دمرتي على والديك وخوتك، وكيف ما وفرتي لهم امور في الغيب ديالك من ماكل ومشرب على قبل صحتك وكرامتك، ربي غادي يرزقك من غير لا تحتسبين. خيرك مازال جيب لك مولانا من هنا لقدام ان شاء الله، وانا متاكده باللي انه غادي يعوضك في ولادك وما غاديش يضيعك. تشبتي بحبل مولانا اللي ما كيتقطعش وما غادي يكون غير الخير. هذه هي رسالتي الليله. اما نتوما يا مستمعين يا كرام يا طيبين، ما كرهتكمش انكم تخليوا تعاليق جميله ورائعه لهذا الانسان اللي تقراها وتحيي فيها الحياه من جديد، تعطيوها امل، شي حاجه اللي تطبطبوا بها على قلبها اللي تشرح بزاف. شكرا على استماعكم، شكرا على وجودكم. ما تنسوش انكم تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب. نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام سلام.